تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمحو الأمية والذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، والذي يحمل هذا العام شعار محو الأمية تعليما وتعلما في أثناء كوفيد-19. وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن مملكة البحرين حققت إنجازات كبيرة على مستوى التعليم، وهذا يظهر بشكل كبير من خلال استمرار التعليم حتى في الظروف الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا. نشهد في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إنجازات كبيرة على مستوى التعليم بكافة مراحله، وهذه يشكل دافعا تنمويا مهما. فلذلك احنا نولي هذا القطاع اليوم اهتماما كبيرا، سواء من خلال المراكز الخاصة بذلك أو من خلال استدامة والحرص على أن كل طلبتنا ولله الحمد يواصلون التعليم. الأمية في البحرين وصلت إلى نسبة جدا متدنية، يعني حوالي 2%، وهذه يعني مؤشر حضاري كبير جدا. لذلك احنا نتكلم عن تعليم مستمر. اليوم من أهداف التنمية المستدامة هو هدف أساسي، هو توفير التعليم، وبالتالي أن يكون العنصر المال البشري هو الأساسي في التنمية. لذلك نجد اليوم احنا نسبة الملتحقين بالتعليم الابتدائي تصل إلى 100%.